إذن مشاهدينا لإثراء أكثر هذا الموضوع، أسعد باستضافة الدكتور أبو بكر عبد الرؤوف، هو طبيب مختص في أمراض الجهاز الهضمي. مساءك سعيد دكتور. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك في برنامج العيادة. بارك الله فيك. إذن من الناحية العملية نصادف كثير من حالات تشحم الكبد وهي مصدر قلق لهذا المرضى. رح نحاول من خلال هذا الجزء أننا نتكلم عن أهم النقاط المتعلقة بهذا المرض وأكيد اقتراح الحلول الممكنة. بداية حديثنا دكتور حتكون بفيزيولوجيا الإصابة، يعني ما الذي يحدث بالضبط على مستوى الجسم وعلى مستوى الكبد بالتحديد حتى يظهر تشحم الكبد. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. الموضوع تاع اليوم موضوع مهم جدا، لأنه ما يخفالكش باللي الكبد عنده أكثر من 500 وظيفة في جسم الإنسان، وهو أكبر مصنع في جسم الإنسان. بالفعل. وهذوما الوظائف المهمة تاعهم الأساسية هي التخلص من السموم في جسم الإنسان والعمليات الأيضية في مستوى الكبد. ومن بين العمليات الأيضية في مستوى الكبد هناك أيض الدهون، بمعنى أن الإنسان كي يأكل الدهون أو مواد أخرى تستطيع التحول إلى الدهون كالسكريات ولا النشويات راح تتراكم في مستوى الكبد، والكبد وش راح يدير؟ راح يحولها إلى أعضاء أخرى. في بعض الأحيان نهار نسبة الدهون تفوق في مستوى الكبد أو داخل الخلية الكبدية 10%، هذا سيؤدي إلى ظهور طبقة شحمية داخل الكبد ونقدر نشوفها احنا من الخارج. هذه الطبقة الشحمية هذه عبارة عن مضاعفات راح تكون فيما بعد هذا الكبد اليويفي يسموه أو لا سيروز إيباتيك. قبل ما يلحق لهذا النقطة راح يكون عنده طبقة صفراء شحمية راح نشوفها فوق الكبد، وهذا ما يسمى بالكبد الدهني أو تشحم الكبد. بالفعل. طيب هذا فيما يخص فيزيولوجيا الإصابة، نمر الآن للأسباب. فسؤالي لك، إلى أي مدى يمكن لنوعية الغذاء المتناول أن يكون له دور في ظهور هذا المشكلة الصحية؟ هي المشكلة هذه كما قلنا مشكلة مهمة جدا. علاش؟ لأنه حسب المنظمة الصحية العالمية للصحة لوامس 20-25% من سكان العالم يعانون من تشحم الكبد بما فيه الدول العربية والإسلامية. هذا المشكل هذا عنده نوعين أساسيين. النوع الأول متعلق بشرب الكحول، هذا نوع آخر، وهذا الحمد لله احنا ما عندناش منه بزاف. بما أنه احنا عندنا طابع شرقي وطابع إسلامي ما كانش الناس اللي يتعاطوا بزاف الكحول، وبالتالي هذا النوع الأول. النوع الثاني هو النوع عنده علاقة مباشرة مع الأغذية، سواء الإنسان اللي عنده السمنة وعنده أغذية غنية بالدسم، هذا راح يؤدي إلى ظهور نسبة كبيرة من الناس اللي عندهم تشحم الكبد، قد تصل إلى 70% عند الناس اللي عندهم السمنة. بينما هناك نوع آخر مع التغذية كذلك، الناس هذوما ما يأكلوش بزاف الدهون ولكن يأكلوا مواد أخرى تتحول مباشرة إلى الدهون، أهمها النشويات والمواد السكرية. الخبز على سبيل المثال. الخبز مثلاً، البطاطا، المقليات، الحلويات السكرية، كل حاجة حلوة، كل حاجة فيها سكريات راح تتحول في مستوى الكبد إلى مواد دهنية. معناتها الإنسان ما يديرش في باله باللي كي ما يأكلش بزاف الدهنيات ويأكل مواد أخرى راح يكون ما يقدرش يكون عنده هذا المرض هذا. خاصة مسألة تناول الخبز، لماذا هذا المثال؟ لأنه كثير من الأشخاص يقول لك أن الخبز ماشي حلو وبالتالي أو ماشي ما فيهش الشحم، وبالتالي فهو يعتبر مادة اللي ما تسمنش، وبالتالي فهذا تفكير أكيد خاطئ. هذا التفكير خاطئ، لأنه الخبز يحتوي على المواد النشوية، والنشويات هي عبارة عن سكريات معقدة راح تتفكك في مستوى الأمعاء وتمتص إلى مستوى الكبد وتتحول إلى مواد سكرية. إذا كان هناك فائض في الدم أو فائض في الجسم راح تتحول من مواد سكرية إلى مواد دهنية تتجمع في الكبد. فيما يخص المشروبات الغازية، المشروبات الغازية أخطر من الخبز والنشويات، لأنه هي عبارة عن مواد سكرية مباشرة فيها مادة الفريكتوز اللي هي مادة تتحول مباشرة إلى مواد دهنية في الكبد. ربما البعض يقول لك أنا ندير حمية غذائية، ما ناكلش بزاف الغرام، ما ناكلش بزاف السكريات، لكن رغم هذا أعاني من تشحم اللي
الكبد. فهذا ربما يدخلنا نتكلم عن العامل الوراثي، فهل فيها ربما جينات هي مسؤولة عن ظهور هذا المرض وربما حتى انتقاله ما بين الأجيال؟ هي كائن مع الطابع الوراثي، ولكن الطابع الوراثي هو عبارة عن عامل محفز لظهور تشحم الكبد. هناك عدة عوامل، كاين بعض العائلات تلقى عندهم أبا عن جد هذا المرض تاع تشحم الكبدي. لماذا؟ لأنه هناك مشكل في الأيض الدهني في مستوى الكبد، بحيث هناك بعض ما يخفلكش باللي الكبد باش ينقل مختلف المواد اللي يمتصها الجسم راح يركب ما يسمى ببعض أنواع البروتينات اللي هي النواقل البروتينية. من بين النواقل البروتينية كان ما يسمى بمادة الليبوبروتين. هذوما الليبوبروتين هذوما أو البروتينات الدسمة، هذه البروتينات راح تحمل المواد الدسمة اللي هي الكوليسترول، اللي هي ثلاثية الجليسيريد، اللي هي الفوسفوليبيدات، عدة مواد موجودة دهنية في الكبد راح تنقلها هذه البروتينات نحو مختلف الأعضاء. كاين بعض الناس العدد تاعهم صح صغير ولكن ضئيل، ولكن عندهم هذا المشكل بحيث نسبة هذه البروتينات تكون صغيرة في جسم الإنسان، وبالتالي الكبد لا يستطيع التخلص من الدهنيات، وبالتالي هناك تجمع للدهنيات في مستوى الكبد. بالفعل. رغم أنه يعمل بشكل جيد، يعمل بشكل جيد، يدير رياضة، يدير الحمية الغذائية، ولكن عنده تشحم في الكبد، فيه مشكلات تشحم الكبد، ولكن طيب. هذا النسبة لا تفوق 1% يعني من حالات المرض. نادرة. نعم، حالات نادرة. من غير نوعية الغذاء المتناول وأيضا الجانب الوراثي، هل فيها ربما عوامل أيضا أخرى تزيد أيضا من احتمالية الإصابة بهذا المشكل؟ هي كما قلنا العلاقة، كاين علاقة كبيرة بين الغذاء وبين تشحم الكبد. معناتها الناس اللي عندهم غذاء غني بالكربوهيدرات اللي هما السكريات، اللي غني بالنشويات، اللي غني بالمواد السكريه، هذوما عندهم احتمال اكبر باش يديروا تشحم الكبد. كاين مرض اللي يعتبر ثاني سبب في ظهور تشحم الكبد، وهو مرض داء السكري، خاصه النوع الثاني، بحيث هناك مقاومة للأنسولين، وهذا المقاومة ستؤدي إلى إفراز كمية أكبر من الأنسولين، وبالتالي رح يتم دخول السكريات بصفة غير منتظمة إلى الكبد وتراكمها في شكل دهني. إلى جانب هذا هناك ما يسمى بالمتلازمة الأيضية اللي اسمها السيندروم ميتابوليك. هذا كذلك الناس اللي عندهم المتلازمة الأيضية، ارتفاع ضغط الدم أيضا، عندهم أكثر من 80% من هذوما الناس اللي عندهم المتلازمة الأيضية عندهم هذا تشحم الكبد. المتلازمة الأيضية وشنو هي؟ هي الناس عندهم بعض العوامل، إذا كانوا في 4 أو 5 راح نقولوا بلي الإنسان هذا عنده احتمال الإصابة بالداء السكري، احتمال الإصابة بارتفاع ضغط الدم، واحتمال الإصابة بتشحم الكبد. شكون هما هذوما الناس؟ الناس اللي عندهم الخصر تاعهم يكون عنده قيمة معينة، كي نقولوا الخصر معناتها الكرش، اللي عنده ارتفاع في الضغط الدموي بلا ما يكون عنده مرض الضغط الدموي أو يشرب دواء للضغط الدموي، الناس اللي عندهم ارتفاع في نسبة السكريات في الدم ولكن دون أن يكونوا مصابين بداء السكري، معناتها أقل من 1.26 غرام على اللتر. بصفة عامة هذو هما الناس اللي عندهم متلازمة، هذو هما متعرضين للإصابة. إلى جانب هذا هناك بعض الحالات اللي تمد التشحم الكبد كبعض أنواع الأدوية، أهمها المواد الأدوية التي تحتوي على الكورتيزول. كورتيزول هذا يا لكورتيكويد، هذا مضاد التهاب، هذا يا من بين أهم الأسباب لظهور تشحم الكبد، لكن أخذه يكون على مدى طويل. كاين بعض أنواع الأدوية تاع القلب اللي هي اللي تحافظ على دقة القلب، ولا اللي تحافظ على النسق تاع القلب، يسموهم لي زونتي اريتميتيك، هذو ما يمدوا ثاني لاميودارون، عندها خلل في التشحم من بين اعراضها الجانبيه. يعني من بين اعراض الجانبيه. الى جانب هذا هناك الناس اللي تكون سمينه وتدير حميه بسرعه كبيره، في شهر تلقى الانسان في شهر ينقص ب 20-30 كيلو، هذو ما الناس راح يكون عندهم اعاده توزع الشحوم والدسم في جسم الانسان بحيث تتراكم في مستوى الكبد. كاين بعض العمليات الجراحية كتغيير مجرى المعدة اللي يسموهم لي باي باس، باش الإنسان يولي ينقص في الميزان، وهذوما كذلك عندهم تشحم التشحم الكبد. كاين بعض أنواع المجاعة كذلك تعطي تشحم كبد، ولكن هذوما أنواع كما نقولوا تشحم كبد
ثانوي او سيكوندير، ماشي كيما اللي عندهم السمنه ولا اللي عندهم متلازمه، يمكن التحكم فيها فيما بعد، هذو ما نقدروا نتحكموا فيها. طيب فيما يخص سن الاصابه، هل كل الفئات العمريه هي معنيه بهذا المرض، ام فيه فئه هي اكثر عرضه للاصابه؟ هي كل الفئات العمريه معنيه بهذا المرض، ما فيش حتى الاطفال الصغار. حتى الاطفال الصغار اللي عندهم السمنه يقدر يكون عندهم تشحم في مستوى الكبد، ولكن بما أنه هذا المرض اللي هو الداء السكري من نوع 2 يشكل نسبة كبيرة من الناس اللي عندهم تشحم الدسم، إذن تلقى أكثر الناس المصابين بين 30 إلى 50 سنة. بالفعل الناس يتبع فينا الآن وربما تقول لك أكو تكلموا على تشحم الكبد، هل فيه أعراض معينة إن وجدت عندي فلها علاقة بهذا المرض وأكيد تستدعي أن يكون فيه فحص عندكم؟ هي التشحم الكبد هذا يمر بعدة مراحل في مستوى الكبد. هناك تراكم الشحوم في الكبد يفوق نسبة 10% من وزن الكبد، هنا تبدأ ما يسمى بتشحم الكبد الأولي، وما كان حتى استجابة في مستوى الكبد. برك وشنو عندك الخلايا يكون فيهم كمية كبيرة من كمية كبيرة من المواد الدسمة. بعد مرور مدة زمنية من 5 سنوات إلى 10 سنوات في هذه الحالة، الخلايا تقوم بعدة عمليات أيضية. تخيل أنت عندك 500 وظيفة في الكبد، عندك مصنع تاع الكبد، وراح تزيد له جسم خارجي اللي هو المواد الدسمة، هذا سيؤدي إلى تعطيل التفاعلات الأيضية في الكبد، وبالتالي سيؤدي إلى ظهور بعض الأعراض تصاحبها التهاب في مستوى الكبد، وهذا هو المرحلة الثانية من المرض، تولي من تشحم إلى استجابة التهابية في وجود المواد الدهنية، وهنا يبدأوا يبانوا الأعراض. في 15 سنوات الأولى الإنسان ما يحس بوالو، في 10 سنوات كي يبدأ الالتهاب هنا الإنسان يقول لك مثلا عنده ألم في البطن في مستوى الأيمن العلوي في مستوى الكبد، الإنسان يقدر يكون عنده مثلا خمول، إنسان يقدر يكون مثلا يقول لك عندي حالة كسل، يقدر يقول لك عندي نعياء باستمرار بشكل متواصل بلا ما يكون عندي زعما جهد معين كبير ولا سبب معين. هذه هما الأعراض الأساسية، الخمول الكسل وبعض الألم، لأنه الكبد كيفاش يكون يولي مضغوط تحت الدهون. طيب شفنا أنه هذه الأعراض ما عندهاش خصوصية لتشحم الكبد، فهنا ربما الناس يتخوفوا ويقول لك أنا كيفاش ندير دوكا باش نعرف باللي عندي هذا التشحم للكبد. هل فيه ربما بتعبير آخر، سؤالي ليك هو هل فيه ناس ولا فئات معينة يتبع فينا الآن نقول لهم أنتوما لازم تروحوا تقوموا بفحوصات معينة من وقت لآخر، والهدف هو اكتشاف مبكر للإصابة، خاصة وأنه في 10 سنوات الأولى ما فيهش أعراض؟ بما أنه يسمى بالمرض الصامت اللي هو تشحم الدسم، تشحم كبد، هناك بعض الناس اللي نقدروا نوجهوه مباشرة للكشف عن هذه الحالة بواسطة الأشعة الفوق الصوتية اللي هي الإيكوغرافي. هذوما خاصة الناس اللي عندهم السمنة، هذوما الناس اللي خاصة عندهم مرض داء السكري من النوع الثاني، وبعض الناس اللي يتعاطوا بعض أنواع الأدوية كالكورتيزول وأدوية القلب، هذوما بصفة منتظمة يلزم يروحوا باش يديروا الايكوغرافيا، وبهذه الطريقه نكشفوا على كبد، اللون تاع الكبد راح يكون يتغير، يعني يتغير لامع، راح يولي لامع. وفيما يخص السن، السن هو كل هذوما الناس اللي عندهم داء سكري ثاني نوع ثاني، السمنه وهذه الادويه بدون اخذ بالاعتبار سن المرض. وفيما يخص التحاليل الدمويه، في التحاليل الدمويه عندما الانسان يكون عنده تشحم في الكبد في الايكوغرافيا، هنا راح نطلبوا ما يسمى بالانزيمات الوظيفيه للكبد اللي هما ازات والات. اذا كانوا مرتفعين معناتها الانسان هذا الكبد تاعو راهو يعاني وبدا يدير الاستجابه الالتهابيه. وفيما يخص تحليل الكوليسترول والتريغليسيريد، يعني هذه في نفس الوقت بما انه الانسان هذا عنده سمنه ولا عنده الداء السكري، بطريقه عفويه نطلبوا الشحوم الدهون في الدم اللي هي تريغليسيريد ثلاثي غليسيريد والكوليسترول. طيب ربما البعض يقول لك أنا كي قمت بالإيكوغرافي وجدوا لي هذا التشحم على مستوى الكبد، لكن في المقابل عندما قمت بهذه التحاليل الدموية الكوليسترول والتريغليسيريد على مستوى الدم خرج عادي، فهل هذا الشيء ممكن يعني أنه فيه فقط تراكم للشحوم على مستوى الدم على مستوى الكبد أقول وبدون ما يكون في ارتفاع لمستويات الشحوم؟ هذا الشيء ممكن لأنه كما قلنا في بداية الحصة، الناس اللي يأكلوا بزاف سكريات ونشويات راح ما يكونش عندهم
ارتفاع كمية الدهون في الدم، راح يكون عندهم تحويل هذه السكريات إلى دسم داخل الكبد، وبالتالي هذا الشيء ممكن عند يعني ممكن أنه يكون عند فئة كبيرة من الناس. طيب راح نتكلموا عن العلاج والحلول الممكنة، لكن قبل ذلك ربما البعض من المرضى نلقاهم يتهاونوا في اتباع أو باحترام الإجراءات اللي يقدمها له الطبيب، يقول لك أنا ما عنديش أعراض، أنا نشوف روحي مليح، فعلاش نروح عند الطبيب؟ فخلينا نخوفوا شوية هذه الفئة، هل فيه ربما مضاعفات هي ممكنة مع مرور الوقت؟ كما قلنا هناك تشحم الكبد، تشحم الكبد راح يمر إلى استجابة التهابية في مستوى الكبد يسموها لا نو الكوليك ستياتو هيباتايتس، اللي هي عبارة عن التهاب كبدي ناتج عن تشحم الكبد. المرحلة الثالثة راح تكون تليف الكبد اللي هي التي تسمى بلا فيبروز هيباتيك، ومن بعد قد تروح إلى تشمع الكبد، وهذا ما يسمى بلا سيروز هيباتيك. لا سيروز هيباتيك معروفة بلي راح تمد لنا أورام، راح تمد لنا دي تيومور دي كونسير دو فوا. دونك الإنسان هذا صحيح في 25 سنة راح يكون عندنا تطور المرض، ولكن قد ينتهي به الأمر إلى ظهور هذه الأورام إذا ما حافظش على اللياقة تاعه. ماشي في كاع الحالات يعني. ماشي في كل الحالات، ولكن هذو ما الناس اللي ما يحافظوش على هذه الحمية ما يحافظوش على العلاج تاعهم راح يقدروا يلحقوا إلى غاية تشمع الكبد. وبعد مرور كم من وقت فيما يخص الالتهاب؟ فيما يخص الالتهاب راح يكون عندنا 15 سنوات من التهاب ثم بداية تليف الكبد. طيب قبل ما نتكلموا عن العلاج، ربما سؤالي ليك الآن هو سؤال تستقبله في العديد من المرات من طرف مرضى تشحم الكبد، راح يقول لك دكتور أنا إذا تبعت كل هذه الإجراءات الوقائية والعلاجية اللي راح تقدمها لي فهل يمكنني الشفاء نهائيا من هذا المرض، ولا هو مزمن وراح يبقى معي طول فترة حياتي؟ هي في المراحل الأولى كيكون تشحم عادي دون التهاب في الكبد وبداية التهاب الكبدي سما في العشر سنوات الأولى، هذا راح يكون مرض عكوس بحيث دار غيفيرسيبل، إذا دار الحمية تاعو، إذا حافظ على اللياقة البدنية، إذا حافظ على الرياضة راح يقدر يعاود يولي إلى بادئ الأمر والكبد تاعو ما يكونش فيه التشحم وراح يتعافى نهائيا. أما إذا كان عنده عدة سنوات من الالتهاب وبدأ في التليف ما راحش يعاود يولي الحالة الطبيعية، ولكن راح يكون هناك تحسن كبير بحيث يقدر يتفادى التشمع الكبد أخرى. طيب نمر الآن للنقطة اللي تهم كثير المشاهدين وخاصة المرضى، وهي العلاج. فما هي الحلول الممكنة واللي ممكن تقدموها للمرضى؟ هو أهم شيء في العلاج هو الحمية الغذائية، بحيث ينقص في كل ما هو سكريات، كل ما هو نشويات، وكل ما هو مواد دهنية. إلى جانب هذا هناك اللياقة البدنية وما يسمى بالرياضة، هذوما أهم شيء في العلاج. ثاني حاجة، إذا كان عندك إنسان مصاب بالمرض السكري يلزم يكون هناك نسبة الأنسولين منتظمة في الجسم تاعه، ويلزم يكون نسبة السكر تكون منتظمة في الجسم تاعه لكي يتفادى الخطورة هذه الإصابة وظهور المضاعفات فيما بعد. ظهور مضاعفات في الأدوية، ما كانش هناك أدوية أظهرت الفعالية تاعها في هذا المرض. أهم شيء هو الوقاية من هذا المرض والحمية زائد الرياضة. نبقى دائما فيما يخص العلاج أو الحمية الغذائية، فمدبية لو تمدنا أمثلة عن أطعمة يجب تفاديها قدر الإمكان، أو هي ربما عادات غذائية يجب تفاديها. هي الأغذية نبدأ بالحاجة اللي ماشي مليحة لهم، هي السكريات، هي النشويات، كما قلنا أمثلة. الخبز كما قلنا الخبز، كما قلنا هذوما العجائن، كما قلنا هذوما الحلويات لي باتيسري، وخاصة لو جانك فود أو الفاست فود، هو الحاجة اللي يأكلها الإنسان برا وهي السبب الأساسي في ظهور تشحم هذا الكبد، لأنه هناك مواد شحمية في السكريات في الدسم، لأنه ما يخفى لكش باللي هذو مالي فاست فود كي يكون فيهم بزاف الشحم للبنة تكون مليحة، باسكو الإنسان كي يأكل شحم بزاف تجيه البنة تاع الأطعمة مليحة. يتفادى هذا الشيء. إلى جانب هذا يزم يزيد في الخضر، يزم يزيد في الفواكه، وهذوما الخضر والفواكه عندهم واحد الدور مهم جدا. هذا الدور هذا راح يكون مضاد للأكسدة، دي زونتي أوكسيدون،
وهذه مضادات الأكسدة في مستوى الكبد راح يعاونوا الكبد على التخلص من المواد الدهنية. المواد الدهنية. إلى جانب هذا يجب القيام برياضة ولا اللي ما يقدرش يدير رياضة يلزم يدير المشي 30 دقيقة مرتين في الأسبوع وهذا سيضمن له التخلص من هذه المواد الدهنية في مستوى الكبد. طيب بعد تلقي العلاج واتباع هذه الحمية الغذائية الآن كيفاش تكون دورية هذا المريض، دورية الفحوصات عندكم وفي كل فحص وشنو هي التحاليل لازم يجيبها معه؟ هي أهم حاجة لازم نعرفوا الإنسان هذا وش من مرحلة راهو فيها. إذا كان في المرحلة الأولى بدون التهاب ظهور غير التشحم في مستوى الإيكوغرافيا، إذا كان عنده أقل من 50 سنة، إذا ما كانش عنده المتلازمة الأيضية، هذو من الناس ندير لهم الفحص بالإيكوغرافيا كل سنتين، كل سنتين إلى 3 سنوات وندير لهم الوظائف الأنزيمية تاع الكبد. أما الناس اللي عندهم متلازمة الأيضية سيندروم ميتابوليك اللي عندهم أكثر من 50 سنة، الناس اللي عندهم داء سكري، هذو ما راح يكونوا من 3 أشهر إلى 6 أشهر حسب خطورة الإصابة الأولية. إذا كانوا في حالة لويفية تسمى لفيبروز هيباتيك كل 3 أشهر. إذا كانوا ما عندهمش لفيبروز عندهم غير الإنفلاماسيون الالتهاب ندير لهم كل 6 أشهر، ولكن بصفة عامة عندك من 6 أشهر إلى سنة. سنة بالنسبة لهذا الفئة، بالنسبة للفحوصات سواء الإيكوغرافيا أو تحاليل الدم وتحاليل الدم. طيب الوقاية خير من العلاج، هي أفضل شيء نختم بها حديثنا، فما هي أهم النصائح التوجيهات اللي ممكن أنك تقدمها لكافة الناس اللي يتابعوا فينا الآن والهدف هو أكيد تفادي هذا؟ هي أهم حاجة عند الناس اللي ما عندهمش داء السكري يتفادوا الداء السكري ويتفادوا كل أمور اللي تؤدي إلى الداء السكري. كاين كذلك الحمية المدنية، الحمية الغذائية تانيك تلعب دور أساسي. كاين ريجيم حمية، ريجيم ميديتيرانية اللي هو الحمية المتوسطية بالفعل. اللي فيها بزاف الأغذية، فيها بزاف خضروات، فيها زيت زيتون، فيها الفواكه، هذه أهم وأحسن حمية، والمنظمة الدولية للصحة راهي تنصح الناس بهذا النوع من الأغذية، خاصة وأنها تحتوي على مضادات الأكسدة، خاصة تحتوي على مضادات الأكسدة. إلى جانب هذا الإنسان يجب يكون عنده كما نقولوا إحنا نشاط رياضي أسبوعي خطرة ولا خطرتين في الأسبوع، يقوم بالرياضة راح يضمن له باش ما يكونش هناك تشحم في مستوى الكبد. وأيضا فيها مسألة أخرى وهي وصول كل واحد منا إلى سن معينة، ربما 40 سنة 50 سنة، فمن الأفضل أنه كل واحد منا يقوم بتحاليل دموية. هي من الأحسن انطلاقا من 40 سنة على بالك الإنسان يبدأ ينقص شوية في النشاط الرياضي تاعه والنشاط الفيزيائي، وبالتالي كما نقولوا حنايا احنا بالطابع الشرقي تاعنا وحنا ما نديروش بزاف الرياضه، راك تشوف ناس اللي عمرهم 40 50 سنه كاع عندنا الكرش هذيك، غير تبدا الكرش هذيك، هذيك الكرش اذا بانت معناتها اكيد عندك نسبه تاع الشحم في مستوى الكبد، وبالتالي تم يلزم تدير الوقاية ضد تشحم الكبد. بالفعل. طيب المعلومة وصلت، شكرا على حضورك يا دكتور. مشكورين على الاستضافة، بارك الله فيك، يعطيك الصحة. شكرا بارك الله فيك.